لم تعد نزلة السمان بسفح الأهرامات تعج بالسياح كما كان عهدها قبل سنوات. الخيول والجمال في منطقة الأهرامات الشهيرة بالقاهرة تقف مع سائسيها هكذا في انتظار سائح قد لا يأتي، في ظل الوضع الأمني المرتبك في مصر وتحذيرات الدول الأجنبية لمواطنيها من عدم زيارتها. ورغم وعود السلطات المصرية بمتابعة المنطقة الأثرية ووضع حلول للعاملين فيها، إلا أن ذلك لم يتم. حاليا في ثلاث سنين دول ما عندناش 1% من السياح، واللي يقول لك في 1% في السياحه ده بيكذب. ما فيش سياحه عندنا خالص، فيش الا التورست، كله مصريين. انت عارف بيجي من جميع المحافظات، من اسكندريه ومن المنصوره ومن المحله ومن البلاد دي. معظمنا بناف في الشارع، بنحاول ربنا بيرزقنا، بنتعامل مع كل الفئات، مش شرط دلوقتي مع الاجنبي، ممكن مع مصري، مع يمني، سوداني. نزلة السمان تقع بجوار الأهرامات الثلاثة في شارع الهرم، وهي المكان الرئيسي لركوب الخيل في القاهرة. يتفاوت أسعار ركوب الخيل هناك من 15 جنيها حتى 200 جنيه أو أكثر للرحلة القصيرة. لكن سائسي الخيول والجمال يقولون إن انعدام السياحة يجعل الأحصنة والجمال في خطر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. احنا الأول كنا مثلا بنوكل الحصان ب20، دلوقتي بقينا بنوكله ب10، فاهم؟ فالشغل دلوقتي مش زي الأول خالص، بس احنا عايشين والحمد لله يعني. هو انت ما بتخافيش منهم؟ انت بتقولي كده ليه؟ بلطجية يا دي. البلطجة مهنة، دول خيالين وجمالين، بيشتغلوا في السياحة، وأكبر مشكلة عندهم دلوقتي مفيش أي سياحة. مش مشكلة تاني؟ اشتهرت منطقة نزلة السمان وسكانها بعد موقعة الجمل، حيث اتهم أصحاب الخيول والجمال بقيادة مجموعات البلطجية التي هاجمت ميدان التحرير في يناير 2011 لفض جموع الثوار الذين خرجوا لإسقاط نظام الرئيس المخلوع مبارك. ثلاث سنوات مرت منذ ذلك الوقت ولم يتحسن وضع السياحة ولا وضع العاملين في هذه المهنة، مما ينبئ بوضع صعب للمهن السياحية وغيرها.